نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل الزواج على الورق لأجل المصلحة من دون مجامعة للزوجة في دول الكفر يجوز أو لا؟ والمصلحة يقول لقامة أو لأجل مصلحة مالية. أولا، النكاح ميثاق غليظ، ولا يجوز أن يتلاعب به ولا أن يجعل في أعراض الدنيا، وإذا وقع فهو نكاح تترتب عليه جميع الحقوق، لا هزل في النكاح. ثانيا، لا يجوز الكذب على الناس لنيل حق، لا الكفار ولا غير الكفار. يا إخوة، الكذب على الكفار إذا عشت عندهم لا يجوز، وإذا عاشوا عندنا لا يجوز. فكونك تكذب عليهم لتأخذ حقا بغير حقيقة الشرط فهذا لا يجوز. فكونك تقول تزوجت وأنت لم تتزوج حقيقة لتأخذ حقا يبذل للمتزوج سواء ما كان ماليا أو غير ذلك فهذا لا يجوز، وإنما وفي الشروط على حقيقتها حتى تأخذ ذلك الحق. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.